بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا الموسوم بنور على نور. وقد مر معنا أن المراد من هذا البرنامج الوقوف على قبسات من آيات الله، كتاب الله المبين، ومن أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والآيات التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم تتحدث عن معركة أحد، تلكم الغزوة التي كانت حافلة بالأحداث العظام والخطوب اللسان، والتي من أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. جاءت في سورة آل عمران آيات متتابعات تصور بعضا من أحداث تلك السورة المباركة. نحن في هذا اللقاء الخاص الموسوم بغزوة أحد في البرنامج ذي العنوان الكبير نور على نور، نقف على بعض آيات ذكر الله جل وعلا فيها أحداث تلك المعركة. ونحن لا يمكن أن نفي إلى مصدر يتحدث عن تلكم الغزوة أعظم ولا أجل ولا أصدق ولا أبلغ من القرآن. قال ربنا وهو أصدق القائلين: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذا يتكلم عن أول المعركة، والحس أشد القتل، وقد كان السيف المسلم جاريا في دم كفار قريش يأخذ منهم بنصيب، وعلو الجيش الإسلامي كان ظاهرا في أول المعركة حتى دنت منهم الغنائم ولاحت بشائر النصر. ثم قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى، وهذا ابتداء غاية وانتهاء شيء قبلها، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. أي أمر؟ ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرماة أن لا يغادروا الجبل البتة تحت أي ظرف عسكري كائن، لكن بعضا من أولئك الأصحاب الذين كانوا على جبل الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، لما رأوا أن الهزيمة دبت على أهل الشرك وأن الغنائم لاحت لأن تجمع، تنازعوا مع غيرهم في ترك الجبل أو البقاء عليه، فكان عبد الله يحثهم على البقاء على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن هنا يقول: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم من؟ عصيتم رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي أمركم أن لا تغادروا الجبل البتة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وما الذي يحب أهل المعارك؟ ما الذي يحبه الجيش؟ النصر والظفر والغلبة. وقد كان هذا واقعا نازلا بأهل الإشراك، كما قال الله في صدر الآية: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هنا يقول ربنا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم بعضية من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فمن يريد الآخرة، وهذا هذه المقطع من الآية يمكن صرفه إلى الجيش عموما ويمكن صرفه إلى الرماة خصوصا، وأحب إلي أن يصرف إلى الجيش عموما، ذلك أن الجيش كان فيه بعض المنافقين. يقول الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا، وهذا ينصرف أول ما ينصرف إلى من يطلب الغنائم ويترك الجبل، ومنكم من يريد الآخرة، وهذا ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول ولمن ثبت معه ولمن ثبت من الرماة على الجبل بقيادة عبد الله بن جبير. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. عفى عنكم بأن الله تجاوز عنكم عواقب تلك المعصية. قال بعض العلماء: عفى عنكم، أي لم يهيئ لأهل الإشراك أن يستأصلوكم، وهذا كله وارد. والله ذو فضل على المؤمنين، وهذا حق لا يجحد مؤمن أبدا، فضل الله عامة وفضله على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد خاصة. ثم قال الله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. الآية الأولى أولها كان يتكلم عن علو المسلمين، الآية التي تتكلم الآن هنا عن تغير الحال بعدما كان من خالد رضي الله عنه قبل إسلامه، من أنه حارب الجيش جيش أهل الشرك حتى أصبح في غلبة على جيش المسلمين،
ما الذي نجم؟ نجم أن البعض تلبس بالفرار، فالله يصور الموقف إذ ظرفية تصعدون تفرون إلى أبعد مكان يمكن حتى لو ارتقيتم جبلا، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، غلب عليكم الخوف، دب إليكم الفزع، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. أين رسول الله يومئذ؟ ثابت. أين هو ثابت؟ ثابت في الجماعة الآخرة، أي في آخر الجيش الأول من جهة أهل الإشراك المقابل للعدو. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي في الجماعة الآخرة. ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: أنا رسول الله، أثبتوا إلي أيها الناس، أو كلمات نحوها تدعو الناس إلى الثبات في أرض المعركة. وقد ثبت معه قلة من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ربنا يقول: والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم أي الله غما بغم. اختلف العلماء في معنى هذا، وهذا يحتاج إلى مزيد تأمل. فمن العلماء من يقول إن معنى الآية أنكم جعلتم الغم يدب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونكم عصيتم أمره، فعاقبكم الله، أصبح أثابكم هنا بمعنى عاقب، باب المشاكلة، فعاقبكم الله بأن دخلكم الغم أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فأثابكم غما بغم. فجزاء الغم الذي جعلتموه في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بترككم لمواقعكم حتى انقلب العدو عليكم، عاقبكم الله بغم أن أشيع في أرض المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فملئت قلوبكم غما أن ظننتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل في أرض المعركة. هذا تخريج للآية. تخريج لمعنى الآية تخريج آخر، وفيه ملحظ دقيق، أن بعض العلماء يقول: فأثابكم غما بغم، بمعنى أن الغم الأول هو غم الجراح والشعور بالهزيمة وما دب في الجيش من نكال على يد العدو، ثم أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وهذه في قلوب المؤمنين أشد نكاية من الأسهم والسيوف والجراح التي أصابتهم من القتل. ثم لم يلبث أن هذا الغم أزيل، وهو أنه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فما دب إلى قلوبكم من سرور وفرح بأن ثبت لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وأن سيوف أهل الإشراك لم تنل منه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ما زال حيا يذود عن دين الله ويدعو إليه، فأعقبكم ذلك فرحا. ذلكم الفرح بأن علمتم أن القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل إنما هو قول مكذوب، هذا الفرح بتحقق حياته صلى الله عليه وسلم أنساكم الجراح، أنساكم الهزيمة، أنساكم النكال. وهذا عندي ملحظ دقيق جدا، وهو المعنى الراجح للآية والعلم عند الله. فيصبح هذا من باب أن الأنفس والأجساد أحيانا تداوى بالعلل، والله جل وعلا قادر مختار، لا رب غيره، ولا الله قادر جل وعلا يختار، والله جل وعلا قادر يختار، بمعنى أن الله قادر على أن يداوي أدواء المسلمين أحيانا بالداء وأحيانا بالدواء، فيكون الدواء يوم أحد بالدواء، يكون الدواء يوم أحد بالداء، يكون الدواء يوم أحد بالداء. فلما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل وأن ذلك القول كان مكذوبا، دب الفرح إلى المسلمين، وذلكم الفرح أنساهم الهزيمة، أنساهم الجراح. وعليه يصدق قول الله على القول الراجح: فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ما فات من الغنائم وما فر من أيديكم من نصر لا يصيبكم عليه يأس، يصيبكم إليه يأس وحزن، وما أصابكم من جراح لا يدب إليكم منه حزن، فالإنسان محكوم بقضاء الله وقدره، لا يمكن له أن يخرج عن قدر الله مثقال ذرة، وذلك لا يمنع الأخذ بالأسباب.
فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله بما تعملون خبير. ثم قال الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أولى الفوائد التي أجنيها لك في هذا التدارس لكلام الله أن هذه الآية شملت جميع حروف المعجم، شملت جميع حروف المعجم، جميع أحرف العربية 28 موجودة في هذه الآية، فكأن الأمر فيه إشعار ضمني أن أمر المسلمين سيتم كما تم استيفاء هذه الآية لجميع حروف المعجم. ثم نأتي لتدارسها. يقول الله: ثم أنزل عليكم، أي بعد هذه الأحداث العظام والخطوب الجسام، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هناك أمن وهناك أمنة، فالأمن هو الشعور بعدم الخوف في حال أصلا لا خوف فيها، كأمن الناس في المدائن والقرى أيام السلم، لكن الأمنة حال من الأمن أعلى وأرفع، وهو ما يكون حال الحرب، لأن الحرب وعرض المعركة ليست ميدان أمن بالاتفاق، باتفاق أهل العقول ليست ميدان أمن، لكن الله جل وعلا في ذلك المحفل الشديد والبأس العاتي رزق أهل طاعته الأمنة، فسميت أمنة ولم تسمى أمنة.